مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج سكرين شوتس اللي بنقدم لكم فيه اخر اخبار الفن والفنانين العرب والاجانب، وبنحكي عن الفن الفلسطيني. اليوم حديثنا عن مطرب فلسطيني من بلده بيت جالا، انولد ب 11 اب 1985 بمدينه القدس. موهبته الموسيقيه انولدت معه، حيث انه بسن 8 سنين تعلم الجيتار بالاضافه لاله البيانو، وبعد ان درس التلحين واتقنه بدا بدراسه الغناء الشرقي والغربي. كمان حاصل على شهاده البكالوريوس باداره الاعمال من جامعه العلوم التطبيقيه بعمان الاردن. الفنان والمغني طوني قطان. يعتبر طوني قطان من أوائل الفنانين اللي انتشروا على المستوى العربي بدون الاشتراك ببرنامج هوا. كمان بيعتبر أول من أنتج أغاني خاصة فيه وصورها بطريقة الفيديو كليب. بعد هيك أصبح قدوة للكثير من الفنانين بالأردن وفلسطين اللي تشجعوا على إنتاج أغاني خاصة فيهم بعد ما كانوا بيقتصروا على غناء الأغاني الوطنية أو تجديد الأغاني القديمة. بعام 2005 أصدر أغنيته المنفردة الأولى بعنوان عودتني سهر الليالي، من كلمات بلال الصري وألحان طوني قطان وتوزيع خالد خوالدة. تم تصويرها على شكل فيديو كليب مع المخرج بلال الصري في منطقة الويب دي بالأردن. استمرت إنتاجاته الفنية والغنائية وإحيائه للحفلات ومشاركته بالمهرجانات المحلية والدولية. وأيضاً شارك طوني قطان كممثل بمسلسل الحب الحب بدور ناصر، وهو مسلسل من إنتاج قناة رؤيا عام 2017 ومن إخراج محمد الحشكي وبطولة رجاء قواس وميساء عبد الهادي، وغنى أيضاً تتر المسلسل. اللي ما بيعرفه كتير من الناس انه سبب غياب طوني عن الساحة الفنية لفترة من الزمن هو مرضه. فأعلنت مصادر صحفية بعام 2010 انه طوني قطان بيعاني من مرض تشمع الكبد، وذكر الأطباء انه جاء نتيجة مرض عضوي مزمن، ممكن يكون خلقي وممكن يكون مكتسب. بعد 4 سنوات من المعاناة مع المرض، خضع طوني لعملية زراعة الكبد بمدينة ميلان الإيطالية بأبريل 2014، وهو بيتمتع بصحة جيدة وعاد لممارسة نشاطاته الفنية. أما عن آخر أعماله وإنتاجاته، فقد أصدر أغنية يلي بتحب النعنع اللي حققت نجاح ساحق، حيث حصدت عشرات الملايين من المشاهدات على موقع يوتيوب وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركتها وغنائها. يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع نعنع، يلي بتحب النعنع هذا النعنع نعنع نعنع، وهذا النعنع نعنع نعنع يا بهذا النعنع نعنع نعنع. بعد طول الصمت نصيف يرد على اتهامات الملحن السوري محمد عيسى. تعمد النجم السوري نصيف زيتون عدم الرد بشكل مباشر على الملحن محمد عيسى بالفيديو اللي ظهر به ووجه اتهامات لنصيف، فقد قال انه اخذ منه اغنية من حوالي 8 اشهر ولم يعطه ثمنها ومن ثم اعاده لها. قال نصيف زيتون بمقابلة مع إذاعة أغاني: لا أفضل الحديث بالموضوع كثيرا، فالملحن نفسه خرج بأكثر من تصريح ولم يدعني أن أضطر للجواب. فهو من أجاب نفسه بنفسه من خلال لقاءاته المتكررة، والجمهور شاهد وسمع كل شيء. ما رح أحكي فيه، أتخيل اللي طلع طلع أكثر من مرة، ما خلاني اضطر جاوب، جاوب هو عن حاله، هو جاوب عدة أجوبة خلت العالم كلها شايفه وكلها تطلع وكلها، فجاوب حاله بحاله. أنا ما رح رد، الله يوفقه ووفق كل الشباب اللي ساعية توصل بالحياة. وعما إذا كان اتصل بوالديه لتوضيح الأمر، أضاف نصيف: رأيت الفيديو عبر السوشيال ميديا حيث كنت قد وصلت إلى عمان ولم أكن نائما حتى، وفورا اتصلت بوالدي ووالدتي ليس للتوضيح، فهما يعرفان كل شيء. تابع نصيف: أتمنى له التوفيق ولكل شخص لديه طموح يجب أن يحققه. وأوضح نصيف أن حقوق المبدعين في العالم العربي غير مضمونة، ولو أن حقوقهم توصلهم بشكل عادل لم نكن لنصل لهذه المرحلة. وتمنى نصيف أن يحصل المبدعون على حقوقهم مع هذا التطور اللي بتشهده الساحة العربية. ولفت إلى أن الكاتب بالغرب لا يحصل على أجر الأغنية أو ثمن كلماتها، لأنه سيحصل على دخل مالي أكبر بكتير بعد صدور الأغنية وانتشارها. وعن من يدفع ثمن أغاني وتكاليف إنتاجها، قال نصيف: أنا نصيف زيتون أعمل مع شركة وتري للإنتاج، ولا أملك أي أغنية باسمي، وكل أغنياتي وألبوماتي هي ملك لها الشركة. أنا لا أدفع أي مبلغ لأي ملحن أو كاتب أو غيره، ليس لأني لا أحب أن أدفع، ولكن أنا لست مخولا بذلك. أنا نصيف زيتون، أنا فنان مع شركة وتري إذا إنتاج،
وإدارة أعمال من Music is my life. من أي سنة؟ أنا لا أملك ولا أغنية باسمي. كل أغنية ملك وتري. وتري دائما هي اللي بتشتري الألبوم الأول والثاني والثالث. أنا ما بدفع لأي إنسان. مش لأنه ما بدي أدفع. لأنه أنا مش مخول أدفع. مش مخول أشتري أغاني. الأغاني تملكها شركة وتري. وتحياتنا لغسان شرتوني القصة. كان الكاتب والملحن محمد عيسى قد خرج قبل فترة بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجه فيه انتقادات للفنان نصيف زيتون وليخرج بعدها ويؤكد أن كلامه تم تحويره وتغيير مجرى بما لا يتناسب مع مقاله. كيف رد قاذم الساهر على خبر خطوبته؟ أطل النجم قاذم الساهر أمام جمهوره للمرة الأولى بعد الأخبار المتداولة عن ارتباطه بين الخطوبة والزواج ليكشف الخبر اليقين أخيراً. وقال الفنان العراقي من على المسرح بحفلته يوم الجمعة بواشنطن ضمن جولته الأمريكية: بعدني ما تزوجت بس لبستها خاتم الخطوبة. وأكد أنه وعد جمهوره بأنه عندما سيتزوج سيعلن الأمر. وأضاف القيصر: لجمهوري اللي يراسلني ويسأل حول هالموضوع لا يزعل مني لأني حتى الآن لم أتزوج. واعد جمهوري لا أتزوج. لا لبستها الخاتم الخطوبة. وأنا وعدت جمهوري وعدت يوم اللي راح أتزوج راح الجمهور أيضا راح يعرف أنه أنا تزوجت. فما حد يزعل من عندي لأن جمهوري راسلني ليش هالشكل ما مسوي شيء بعدني. بعدني ما تزوجت لحد الآن. فإن شاء الله يوم اللي راح أقرر الزواج راح أكيد جمهوري. كان وسام نجل الساهر أكد أن والده على علاقة عاطفية رسمية وأفادت معلومات لاحقاً أن سعيدة الحظ هي الشابة سارة مقني من تونس. بنفس السياق نفت المهندسة الديكور سارة المغربية خطوبتها من النجم العراقي قاذم الساهر بسبب الالتباس اللي حصل بين اسمها واسم سارة التونسية. قالت في منشور عبر حسابها عطت بإنستغرام: انتشر خلال اليومين الماضيين خبر خطوبة الفنان كاظم الساهر على شابة تونسية تدعى سارة. اختلط على المتابعين الموضوع ظنا أنني الشخصية اللي خطبها كاظم الساهر نظرا لتشابه الأسماء. وأضافت: ولكن للأسف بعد وسائل الإعلامية تداولت هالخبر على أنه الخطبة بيني أنا المهندسة سارة المغربية والفنان كاظم الساهر. وعليه وردتني مئات المكالمات والرسائل من قبل أشخاص أعرفهم ولا أعرفهم للمباركة بسبب هذا الخطأ. وتابعت: من هذا المنبر أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وأتمنى للفنان والسيدة سارة التونسية حياة سعيدة وأرجو من وسائل الإعلام عدم تداول صوري في هذا الشأن. أحمد حلمي يهنئ حسن حسني ويناديه أبويا حسن. هنأ الفنان أحمد حلمي عبر صفحته الشخصية بموقع إنستغرام الفنان الكبير حسن حسني اللي تم تكريمه ضمن فعاليات الدورة الثانية بمهرجان شرم الشيخ السينمائي. نشر حلمي صورة للفنان الكبير وعلق عليها قائلا: حسن حسني ناس كتير بتقوله يا عم حسن وناس بتقوله يا فنان وناس بتقوله يا خال وناس بتقوله يا بركة وناس تقوله يا حسن. وتابع قائلا: حسن حسني مشوار كبير من العطاء بين كوميديا وتراجيديا، ساعدنا كلنا ووقف جنبنا. حسن حسني هو بهارات أي عمل فني بشارك فيه، هو الإيقاع في السيمفونية الفنية، هو الممثل اللي بتعشق التمثيل معه لأنه بيشع طاقة وحيوية. اختتم كلامه قائلا: حسن حسني هو السهل الصعب الممتنع. مبروك يا أبويا تكريمك بمهرجان شرم الشيخ السينمائي. صحيح نسيت أقول لكم إن في ناس بتقوله يا أبويا وأنا أولهم. مبروك يا أبويا. بنفس السياق استغل الفنان الكبير حسن حسني تواجده بمهرجان شرم الشيخ السينمائي حيث تم تكريمه بالافتتاح ليتحدث عن الشائعات اللي انتشرت بالفترة الأخيرة حول تدهور حالته الصحية واستخدامه لكرسي متحرك أحياناً. تواصل حسني مع الإعلاميين والصحفيين المتواجدين بالمهرجان ليخبرهم أنه هو بيسخر من هذه الشائعات وقال بتعليق له عن حالته الصحية: أنا بخير وصحتي حديد ولا أعاني من أي مشاكل صحية. يذكر أن الدورة الجديدة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي انطلقت مساء السبت وبتستمر فعالياتها حتى 9 مارس الجاري، تقام برئاسة شرفية للفنانة ليلى علوي وبشارك فيها نخبة من نجوم الفن منهم شريف منير ورانيا يوسف. الدورة الثانية من المهرجان مهدى لروح الناقد السينمائي الراحل علي أبو شادي. لماذا اعتذر حسين فهمي عن رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي؟
في خطبة غير متوقعة اعتذر النجم حسين فهمي عن عدم قبول رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك رغم تمسك وزارة الثقافة به، إلا أنه قدم أخيراً اعتذاره لجمهوره وللمسؤولين ببيان رسمي، رغم أن فهمي أكد أن انشغاله بالعديد من الارتباطات الفنية دفعه لاتخاذ هالقرار، إلا أنه لها علمت أنه شعوره بأنه المهرجان بيواجه أزمات ومشاكل عدة بالإضافة لضعف الميزانية هم السبب الحقيقي وراء خوفه من خوض هالتجربة من جديد. يذكر أنه فهمي سبق وترأس للمهرجان 4 سنوات من قبل. هل عاد عمرو دياب ودينا الشربيني معاً؟ كشفت تقارير إعلامية أن النجم عمرو دياب اجتمع أخيراً بالفنانة دينا الشربيني بعد أخبار متداولة حول خلاف وقع بينهم إثر تصالحه مع زوجته وشائعات عن زواج الشربيني بدياب عرفياً وتهديدها بإظهار وثيقة الزواج. ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن الفنان المصري قام بزيارة سرية لموقع تصوير مسلسل المعجزة اللي بتأدي بطولته الشربيني، وأفادت أخبار بأنه دياب حضر لموقع تصوير المسلسل لتقديم التهنئة لأصحاب العمل بأحد الفنادق بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي. ظل دياب هناك أكثر من ساعتين ليشاهد الأجواء، كما قامت إدارة المسلسل بمنع التصوير أو تسريب أي صورة، ويذكر أنه دينا الشربيني ألغت متابعتها للهضبة من خلال تطبيق إنستغرام، ما أدى لانتشار شائعات كبيرة من أبرزها استبعاد عمرو دياب لإلها من مشاركته ببطولة فيلمه الجديد اللي كان قد أعلن عنه من فترة طويلة، وذلك بعد انتهاء علاقتهم. عودة أحد نجوم ستار أكاديمي باسم جديد. عاد أحد نجوم برنامج ستار أكاديمي إلى الساحة الفنية بعد غياب بعيداً عن الأضواء، مغيراً اسمه لاسم فني جديد. وفي التفاصيل، تعرف الجمهور العربي على الفنان اللبناني جان شهيد كمشترك بالموسم 9 من برنامج المواهب قبل أن يعود أخيراً باسم تيم، أطلق أغنية جديدة بعنوان معك عتم. يذكر أنه جان شهيد كان شارك بأوبرا كليلة ودمنا لابن المقفع اللي عرضت ضمن مهرجان إكس إن بروفنس بفرنسا، وكذلك بأمريكا والدول العربية. برصيد جان شهيد أغنيتين خاصتين من اسمهم مش أنت واشتقت لأيامك. ما سر الخلاف بين بوراك وزوجته فهرية؟ نشر موقع تركي تقرير يؤكد أن هناك خلافاً كبيراً نشب بين النجم بوراك وزوجته فهرية أفجين، دفع الأخيرة لعدم التواجد معه بأي مناسبة فنية وآخرها الحفلة الخاصة بمجلة جي كيو اللي شهدت تكريمه. حاول بوراك إخفاء وجود أي خلاف بينه وبين زوجته وبرر غيابها بانشغالها بالعديد من الارتباطات الفنية، رغم أنها لم تتعاقد حتى الآن على أي بطولة لعمل جديد. أشار التقرير إلى أنه فهرية كانت متواجدة بمنزلها وقت تكريم زوجها، ولم يكشف التقرير عن سبب الخلاف بين الثنائي الشهير. مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود يثير ضجة هائلة. بعد أن أثار المسلسل التركي الاجتماعي أخبرهم أيها البحر الأسود ضجة هائلة وجد الإعلام كبير بسبب مشاهد العنف الأسري القاسية بحلقاته، تحديداً مشهد كسر الممثل التركي محمد علي نور أوغلو بدور الزوج لإصبع زوجته الدرامية الممثلة التركية الجميلة إيرام حلواجي أوغلو، لدرجة مطالبة الكثيرين بإيقاف عرض هالمسلسل. اعترف بطل الممثل محمد علي نور أوغلو بأنه تلقى مكالمات تهديد بالقتل والضرب بسبب دور زوج سادي يستمتع بتعذيب زوجته وضربها طوال 8 سنوات تفشل بالفرار منه مع ابنها. وكشف أنه دموع زميلته إيرام حلواجي اللي بتأدي دور الزوجة المضطهدة من زوجها حقيقية لتأثرها الشديد بالدور، لدرجة أنها بتشعر بأنها فعلا زوجة ضحية كآلاف الزوجات المعذبات بالعالم. رغم الجدل المثار، فإنه نسبة المشاهدة والمتابعة بازدياد بتركيا، ودافع صناع المسلسل عنه وقالوا المسلسل بإحداثه ما ببالغ، فهو بجسد واقع ملايين من النساء المعذبات من أزواجهم دون وجود قوانين صارمة بتحميهم من الظلم الواقع عليهم. ودافع المخرج العمل عن مسلسل وقال أخبرهم أيها البحر الأسود نعلم بأن العنف الأسري قاسا ومرفوض، ولكني آسف لن أتراجع عن تقديم هذه المشاهد بالحلقات القادمة من المسلسل، لأنه يوجد لدينا ضحايا عنف كثيرات ووفيات كثيرة جراء العنف الأسري، لماذا نخفف أو نحذف من هذه المشاهد وهي بتمثل واقعنا؟ واجبنا نقل الواقع لا أن نجمله أو نزيفه. يعد مسلسل أخبرهم أيها البحر الأسود المسلسل التركي الوحيد اللي تفوقت إحدى حلقاته على المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل، حيث احتل المركز الأول لا يتراجع قيامة أرطغرل إلى المركز الثاني. ميغان ترينر تنشر No Excuses.
نشرت ميغان ترينر أغنيتها الجديدة No Excuses على اليوتيوب بمطلع شهر مارس على شكل فيديو كليب، وخلال أقل من يومين حققت الأغنية 5.5 مليون مشاهدة، اللي أثار الجدل جمال ميغان اللي ازداد بالفترة الأخيرة، بالإضافة لفقدانها القليل من الوزن. طبعا هالشي سببه اقتراب حفل زفاف ميغان وخطيبها داريل سابارو. مع نهاية هالخبر مشاهدينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. استنونا الأسبوع الجاي بنفس الموعد، بنلاقيكم بألف خير.